بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. بما اني من مشجعين برشلونه القدام اللي فيه ناس حتى الان بيذكرونا بشريط اهداف ماتش بايرن ميونخ، انا بقى جاي اذكرك بشريط انجازات المنتخبات المغربيه والفرق المغربيه في 2022، علشان خاطر لو انت بتقول لنا ان احنا بنطبلوا للمغرب ليه؟ اقول لك بنطبل للمغرب ليه؟ عد معايا يا عزيزي، منتخب المغرب الاول وصل كاس عالم، وصل دور 8 في كاس الامم الافريقيه، وخرج من منتخب مصر اللي لعب نهائي. منتخب المغرب للشباب قدر ان هو ياخد البرونزيه بتاعه ألعاب الواحة المتوسط اللي كانت مقامة في الجزائر. منتخب المغرب تحت 17 سنة قدر ان هو يوصل لنهائي كاس العرب اللي تلعب او بيتلعب حاليا في الجزائر برضو. المنتخب المغربي للسيدات قدر ان هو يوصل نهائي كاس الامم الافريقية اللي تلعب في المغرب، وقدر يوصل كاس العالم. منتخب الشباب للسيدات قدر ان هو يوصل كاس العالم. يعني احنا عندنا كده ثلاث منتخبات واصلين كاس عالم، ومنتخبين واحد فيهم واخد برونزيه العاب بحر المتوسط، واحد فيهم هيلعب نهائي كاس العرب، وفي منتخب تاني كان بيلعب كاس العرب في السعوديه خرج من دور الثمانيه، يعني ما خرجش من الدور الاول. يعني الدنيا بالنسبه للمنتخبات مظبوطه، مظبوطه جدا عزيزي. طب عايز اقول لك حاجه كمان، المنتخب المغربي لكره القدم للسيدات هو اول منتخب عربي يقدر ان هو يوصل لنهائيات كاس العالم، واول منتخب عربي يقدر ان هو يوصل لنهائي كاس الامم الافريقيه للسيدات. نسكت على كده؟ لا، منتخب اليد بتاع المغرب قدر ان هو يكون ثالث كاس الامم الافريقيه، يقدر ان هو يحصد برونزيه كاس الامم الافريقيه، بيكرر انجاز 2006. منتخب المغرب للفوتسال اخر فرع في كره القدم قدر ان هو ياخد بطوله كاس العرب اللي كانت مقامه في السعوديه. نخلص على كده؟ لا، نخش على الانديه بقى عزيزي. الوداد خد البطوله من الاهلي، كاس دوري ابطال افريقيا، والكونفدراليه بطلها نهضه بركان. وعايز اقول لك مفاجاه كمان، السوبر الافريقي هيتلعب في المغرب يا اسطى يوم السبت. جبت لك الشريط كله عزيزي. عرفت بقى يا اسطى ليه بنطبل للمغرب؟ عشان المغرب لما مرز عام الموسم 2022 عظمه. هتقول لي انت نسيت حاجات؟ اقول لك وارد جدا، لان فعلا موسم المغرب السنه دي في كره القدم وفي الرياضات العامه الموضوع مختلف تماما، حتى كمان في الرياضات الفرديه. عندهم سفيان البقالي قدر ان هو ياخد ذهبيه بطوله العالم لالعاب القوه. في حاجات كتير جدا موجوده في الرياضه المغربيه، يعني موسم 2022 مش هيتنسي. مش هيتنسي عزيزي. وفي الاخر انت تيجي تقول لي بتطبل للمغرب عشان تجيب مشاهدات؟ والله انت برنس يا اسطى. يعني لو ما طبلناش للمغرب على اللي بتعمله في 2022 هنطبل لمين؟ لمؤاخذه، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اعتبرهم دقيقتين ونص ضاعوا من حياتك. هدر ولا يهمك، ده يا اما ضيعت كتير جت على الدقيقتين ونص دول.